ان انت ممكن جدا تشتري لعيب او تاخد لعيب ما تدفعش فيه فلوس بس اديك 2-3 لعيبه، فالعمليه دي ده موجود يعني. يعني يوسف اسامه نبيه سيف جعفر كلهم راحوا ببلاش يعني انتقال حر، وبالتالي دي جزئيه. عايز اخد من كلامك واروح لي، انت شايف ان بيراميدز بسوق الانتقالات لغايه دلوقتي طموحاته او بيحاول يعني بيحاول يزود طموح اللعيبه، والاداره بتجري على انها حان الوقت دلوقتي ان احنا نحصل على بطوله، وبطوله ديت هتكون السنه اللي جايه سواء على مستوى الدوري على مستوى افريقيا. انت عارفين طبعا بيراميدز بيلعب في تشامبيونز ليج الافريقي. حضرتك يا كابتن علي، المده الزمنيه اللي انشئ فيها نادي بيراميدز انا كان في 5 سنين من 2018، كل سنه بيبقى فيه عدد لعيبه، يمكن العدد اللي موجود يعني مصطفى فتحي مش غريب عليهم، هو انتقال رسمي من الاتحاد السعودي بالظبط كده، اللي موجودين كلهم، وفخر الدين بن يوسف ان هو انتقال لاي نادي اخر. لسه عندهم، لسه في محمود مرعي وفي السفير رضا بوبو، هتلاقي العدد كبير. انت بتاخد النواقص من وجهه نظر المدير الفني ان هم دول اللي انا محتاجهم عشان هم دول اللي هيخلوا قوام فرقه بيراميدز، هو ده اللي هينافس الفتره اللي جايه. دي وجهه النظر. على مدار الخمس سنين انا صرفت قد ايه؟ الكابتن عادل قال له احنا خزنا فيها مبالغ معينه، انت كل مره بتحط رقم كبير وبتختار كم من اللعيبه اللي انت بتحتاجها، اللي انت شايف ان هم دول الانسب اللي هيوصلوك انك تحقق بطوله، اذا كانت كونفدراليه او دوري او كاس. الفتره دي كلها انت بتجيب عدد لعيبه، وانت اصلا اوتوماتيك عندك لعيبه، يعني انت جبت فيرود، ما انت عندك فجر رقاي فيرود، عندك من ناحيه الشمال في رمضان، عندك عبد الله سعيد اما يرجع، في كم من اللعيبه. هل هتقدر توظف العدد اللي موجود ويبقى عندك من بره بدلاء تقدر تفرق فيه؟ دي خطه يا كابتن بتبقى طويله المدى، بعرف انا بشتغل ازاي، بعرف عدد اللعيبه اللي انا محتاجهم، بنقي الاماكن اللي انا محتاجها عشان اعمل الروح التنافسيه في حته معينه، عشان على مدار المشوار انا محتاج اكتر من 30 لعيب، حتى بحتاج للناشئين، انت عندك لعيبه كتيره من الناشئين في بطوله الامم لفتت الانظار في فريق بيراميدز، هل هيبقى ليه مكان ولا هيطلع ولا هيطلع اعاره؟ ابراهيم عادل وصابر محمود صابر، في كم انت بقى؟ هل الاقلامه بقى هي دي الحاجه الصعبه؟ هل اللعيب اللي جاي من بره درجة الأقلامة بسرعة دخوله في محتويات الفرقة والاحتواء أو الانسجام هياخد وقت، ولا اللعيب القديم هو اللي هيبقى عنده القفة الأرجح في الأداء دوت؟ صحيح. على مستوى الانتقالات بالنسبة للأندية وخاصة النادي الأهلي بيكون مختلف شوية يا كابتن، يعني النادي الأهلي ليه معايير محددة. النادي الأهلي نادي جماهيري بشكل كبير، جمهوره لا يقبل الهزيمة بشكل كبير، إنه كل الطموح وكل الأمال على الوصول يبقى رقم واحد. ده بيختلف انك لازم تركز كويس قوي مع اللعيبه اللي جايه عندها هذه الشخصيه، يقدر يتحمل هذه الضغوط، وبالتالي انتقالات النادي الاهلي بتبقى مختلفه، غير لما واحد مثلا مع احترامنا طبعا لبيراميدز مثلا رايح لنادي ما عندوش قاعده جماهيريه كبيره، وبالتالي الضغوط بتكون على اللعيب اقل. يعني فرق السماء والارض، لان الموسم الماضي خلال 8 شهور بتلعب في 5 بطولات، ومع ذلك بتجيب صفقتين خالد ومروان بس. وطبعا خد قرار الكابتن محمود لما اخذ الراحه، صحيح، كل الصفقات اللي كانت موجوده كلها صفقات اصلا كانت موجوده في الفريق، بعكس كلام كابتن عمرو، وهو انه بيراميدز احيانا عنده في خطوطه كلها عنده 1 و2 و3، احيانا في بعض الاداء بيبقى كده، يعني انا ببقى حاطط عليه علامه استفهام، ان انا لما باخد 4-5 لعيبة لمجرد ان انا اخدهم علشان النادي المنافس ما ياخدهمش، اعتقد انه فنيا، انا بتكلم فنيا ما بتكلمش اي حاجه تانية، انا لما باخد كابتن يعني انا في اعتقادي الجزئيه ديت برضه عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنتكلم بس بنقارن ما بين الاهلي وبيراميدز، احنا هنتكلم على كل الانديه المصريه انتقالاتها عامله ازاي، ولكن من الواضح جدا وده من خلال السوشيال ميديا واضح ان في اتجاه معين، ان بيراميدز عنده صفقات كبيره، الناس شايفه ان في لعيبه مميزه، وفعلا لعيبه مميزه راحه بيراميدز، وبالتالي احنا بنطرح طموحات بعض الانديه في الحصول على بطولات خلال الفتره اللي جايه، وده طبعا يعني مباح ومطروح لكل حد، ولكن زي ما انت بتتكلم العمليه نفسها بتختلف او بتكون في اختلاف معايير اللاعب نفسه اللي بيخش النادي الاهلي، بيكون معايير خاصه عمرو، يعني طبعا لازم يكون شخصيته شخصيه بالزبط. يقدر يتحمل الضغوط ولا لا، ممكن يكون لعيب كويس لا يحتمل الضغوط. ومن الحاجات اللي الناس كانت بتقول هل مروان عطيه هيستحمل الضغوط بتاعه النادي الاهلي ولا لا، جه العمليه لا قادر يتكلم طبعا على دوت، ف
فالمعايير دي كمان مهمه بالنسبه عشان الناس ما تقولش هو النادي الاهلي الصفقات مش كتيره ليه، لا احنا بنختار صفقات او النادي الاهلي بيختار صفقات على اللي قد الاحتياج، الاحتياج اللي بيحتاجه المدير الفني وبمعايير معينه مختلفه يعني عن الانديه الثانيه بشكل كبير. يعني كابتن، معظم الانديه بقت بتاخد الحته اللي فيها العدوى من النادي الاهلي، انا عندي في المكان 1 2 3 ما بستعملش لعيب في مكان في نص الملعب عشان هلاعبه سيرد باك. النادي الاهلي عارف قوامه زي ما الكابتن عادل قال، ناحيه اليمين انا كان عندي مين غير هاني وخالد بعد اصابه اكرم وكريم فؤاد، ما عنديش حد دلوقتي، بقى عندي 4 رامي ومتولي وعبد المنعم وياسر، انا مش محتاج اكتر من كده عشان انا بلعب باتنين بس. علي معلول، كل الناس كانت بتقول للنادي الاهلي محتاج باك شمال، عندي محمد اشرف وخرج لزد، بقى دلوقتي عندي كريم الدبيس وبحتاج كوكا في وقت من الاوقات. الحته بقى اللي في نص الملعب حدث بلا حرج، يعني وجود مروان ولا كريم نيدفيت ولا ديانج ولا امام، الشخصيه اللي داخله النادي الاهلي من نفس النوعيه، مروان عطيه ثبت للناس كلها حتى في الامور التسويقيه بتاعته بدا بكام وفي 3 شهور عمل رقم شكله ايه بالظبط. امام نفس الكلام، رضا سليم نفس الكلام، انت جايب اللي تليق عليه شخصيه النادي الاهلي، انا محتاجه ناحيه اليمين، كنت محتاج تاو وفي وقت كنت محتاج طاهر، طب دلوقتي انا عايز بقى الشراسه الهجوميه يبقى رضا سليم، ناحيه الشمال عبد القادر وحسين، والراجل برضو رضا سليم بيجيد الحته دي، يبقى انا بفكر كم اللعيبه اللي انا بجيبها، هي مش بالكم، العدد او النواقص اللي انا محتاجها عشان من خلال استمرار المباريات والبطولات اللي انا بشترك فيها يبقى عندي الكم، او مش هقدر اقول بديل، وفره لعيبه النادي الاهلي من في كل المراكز بتعلي الكفه للمشوار الطويل اللي الاهلي ماشي فيه.